السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العقرب. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. واخر الفيديو ان شاء الله هنشوف رسالتك ايه بتقول لك باذن الله تعالى. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو بالله، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سورة الحشر، بسم الله الرحمن الرحيم. من لما تفتح الفيديو بتكون قراءتك مقابلة في الوقت اللي بتفتح فيه، يعني تاخد قراءتك في الوقت اللي بتفتح به الفيديو، يعني فتحت اليوم فقراءتك خاصة ليك هذا اليوم، فتحته فيما بعد بعد يوم بعد اثنين فقراءتك بتكون مناسبة ليك في اليوم اللي هتفتح فيه الفيديو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايف في بشرة جميلة جدا، شايف في بشرة جميلة اليومين دول حرفيا، يعني انتوا نطقتوا عن الاول، يعني انتوا هنا عرفتوا مين بتاع مصلحته وعرفتوا مين اللي بيلعب معاكم دور الملائكة، وفي نفس الوقت كمان شايف عندكم بشرة حلوة، يعني هي بشرة حلوة قوي برجوع غايب أو رجوع شخص عزيز على قلبك يا عقرب. شايف يعني الفترة دي نسبة الرجوع عالية، يعني بشرة رجوع حلوة، وشايف بشرة حمل عندكم، بشرة أخبار حلوة، الله أعلم، بس شايف في بشرات حلوة كثيرة عندك. أنتوا قررتوا بقدر المستطاع تطلعوا من اللي أنتوا فيه، بدأتم تطلعوا من اللي أنتوا فيه، يعني في الأول كنتم حادة ودلوقتم حادة أخرى، يعني شايف عندكم تغير، شايف عندكم كانت دمعتكم نازلة على طول من غير أي سبب، فعشان كده قررتم تبصوا على الحياة بشكل مختلف. شايف هنا أقدر أقول الفترة دي الطاقة بتاعتكم هتكون عالية، شايف هنا بسبب إن أنت هيكون عندك باب جديد في حياتك هتفتحه، هتكون الفرص قدامك حلوة وعالية، فجهز نفسك ان انت لتتخطى جميع المشاكل اللي عندك، ويعني وترجع تستمتع بالاوقات المناسبة. يعني هتكون عندك في حياتك الفترة اللي داية، يعني انت الفترة دي حرفيا شايل هم الدنيا كلها على كتفك، شايل هموم، يعني شايل هموم فوق طاقتك، يعني فوق الطاقة بتاعتك شايل هموم، شايف هنا فقررت انت اغلب المشاكل اللي عندك هتتخطى عنها وتبص على الحياة بنظرة ايجابية. شايف الفترة حرفيا اللي جاية اقدر اقول لك ان انت هتكون، يعني هتكون حادة صاحب منصب، هتكون في ترقية حلوة، يعني شايف في حاجة حلوة، هتكون أقوى، يعني هم شايفنا هتكون أصبح يعني أشخاص مختلفة. شايف يعني أنت شاب بتاخدوا دروس أو بتاخدوا دروس في حياتكم إن أنتوا تعرفوا تتكلموا بشكل مختلف، يعني هيبقى عندكم فن في التعامل. شايف بس هنا في حد عندكم بتاع حوارات دايما بيحب يحور، بيحب يكذب، بيحب ينافق، يعني يا ريت تخلي بالكم من النقطة دي علشان ما تكونوش مقيدين في حاجة انتم مش مرتاحين فيه، فخلي بالكم. شايفينها في نفس الوقت كمان بسم الله الكاشف بتحاولوا تلغوا قرار انتم خدتوه، او بتحاولوا تلغوا حد موجود في حياتكم بقدر المستطاع. شايف هنا بتحاولوا تلغوا حدا من حياتكم علشان الشخص ده بيكون كذاب ومنافق، واحنا مش عايزين طبعا في حياتنا هذا الشخص. شايف هنا وفي نفس الوقت بإذن الله ربنا هينديك من حد كان عايز يدمر حياتك ويكسرك، هذا شايف يعني حد كده كان عايز يدمر حياتك، يعني عايز بشكل كبير جدا، عايز يكسر قلبك، عايز يكسر فيك حداد، عايز يدمرك في حداد، مش حابب ليك الخير
على فكرة يعني عايز يعمل أي حاجة بأقصى مجهود إن هو يكسرك، فبإذن الله ربنا هينديك منه من أي مشكلة أو أي أذى بإذن الله تعالى، ربنا ينديك بإذن الله. شايف عندك هنا في حياتك العاطفية شوية تفكير، شوية إرهاق، أو بمعنى أصح شوية صراع في حياتك العاطفية، ولا أنت فاهم عايز إيه ولا الشريك فاهم عايز إيه، بس الشريك مهموم وشايل حمل الدنيا، شايل حمل أهله، حمل الناس حواليه يعني. وكمان الشريك عنده شوية مشاكل مع أخت أو مع أهل بسبب برضه مواضيع، يعني عنده شوية مشاكل بقدر المستطاع بيحاول يحلها، فأنت بلاش تضغط عليها الفترة دي. يعني أنت عندك طاقة عالية أو بتحاول تطلع من اللي أنت فيه، بتحاول تخرج تنبسط، بتحاول ترمي الماضي علشان الماضي كان فيه مشاكل. طبعا هنا يعني طاقات سلبية كانت كتير فيه، كان فيه ضغوط كتيرة نفسية، وأنت خايف من المستقبل بطريقة كبيرة، فعشان كده مش مدي نفسك راحة في النوم ولا مدي نفسك راحة يعني أنت جسديا، ودي أكبر غلط يخليك تمر بطاقة سلبية. فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا حبايب قلبي، ربي يسعدكم يا رب. شايف هنا عندك في حرف ظاهر، يعني في حرف ظاهر يعني بينك وما بينه مواضيع، بينك وما بينه شغل، علاقات، فخلي بالك من النقطة دي. شايف هنا عندك كمان عرض، ده العرض هيكون مغري ليك، مش هتتردد فيه، وفي نفس الوقت هتسمع كلام في الموضوع ده. شايف هتسمع كلام في الموضوع ده، هنا خلي بالك هنا في خبر هيوصل لك هيطيرك من الفرحة وهيخليك مبسوط قوي ومندفع عن القدام. شايف الفترة دي انت تعبان جدا بسبب ديون عليك او بسبب حادة معقدك نفسيا، فما تقلقش الفترة اللي جاية انت هتدي نفسك راحة، هتلاقي الطاقة الإيجابية. عندك واحدة ست بشرتها سمرة، الست دي دايما بتدعي ان هي بتحبك بس هي مش كويسة خالص، الست دي مقربة ليك وانت عارفها يا عقرب، انت عارفها بس مش عارف تعمل لها حاجة عشان خاطر يعني انت مش عارف تتكلم معاها ولا تعمل لها اي حاجة. ربنا يديك. شايفينها في حد بيراقبك، حد بيراقبك مش سايبك في حالك، يعني دي بيراقبك على السوشيال ميديا، فخلي بالك من النقطة دي، خلي بالك. شايف انت هنا هتبدأ تتعامل بحكمة أكتر، هتبدأ تتعامل بتيسير أكتر في أمورك. هنا في بعض الأشخاص حواليك قاعدين هيكون بينك وما بينهم لقاء، في خبر مفرح. يعني انت عندك هنا حد كبير في السن الفترة دي تعبان متضايق، فانت ان شاء الله هتقف ذنبه. وعندك هنا كمان علاقة نرجسية، علاقة دي هتحط النقط فيها على الحروف، يعني العلاقة دي سامة، وهتحاول تاخد قرار وهتبدأ تحقق نجاحك بنفسك، وهتبدأ تشتغل، يعني هتبدأ تشتغل وتخلي، خلي بالك، خلي بالك من تصرفاتك لأنها محسوبة عليك الفترة دي، فخلي بالك انت داخل هنا في طاقة تانية خالص بعيد عن الناس، يعني هتوصل للهدف بتاعك، هتوصل بهدف يعني الهدف بتاعك هتوصل له بطريقة غير مباشرة. عندك حالة من الغيوم، في شوية مشاكل أو في مشكلة في حادث، بس عندك هيظهر طاقة إيجابية وهتتخلص من الأقنعة اللي موجودة جمالك في حياتك، هتخلص من كل هذه الطاقات السلبية كلها بإذن الله. شايف يعني هنا في شخص هيكون بينك وما بينه تواصل، الشخص ده من قريب للأم،
هيبقى يعني الشخص ده هيكون مقرب ليك، انتوا السنين هتكونوا متفاهمين، شايف عندك انفراجات بخصوص عرضين او بخصوص موضعين عمال تفكر فيهم، ممكن تجي لك صفقة حلوة هتخليك تطلع الناس المنافقة في حياتك، وهتفعل اشياء جديدة. انت الفترة دي برضه حرفيا ماشي في طريق، الطريق ده هتقف فيه على أرض صلبة، وبقدر الله إن شاء الله بإذن الله هيبقى طاقة إيجابية فيه 100% بإذن الله تعالى. يعني شايف عندك في حدث خص أطفال، ممكن نقول عندكم طاقة حمل، أو حد عندكم تعبان ربنا هيشفي، مستني خبر حمل، فبربنا بإذن الله هيكرمكم بإذن الله تعالى. شايف الفترة اللي جاية هيكون عندكم طاقة إيجابية، شايف بس يعني انتوا تستاهلوا الطاقة الإيجابية، فيعني ادوا نفسكم شوية راحة، ادوا نفسكم شوية راحة. يعني انت حرفيا دلوقتي عندكم وجع في الرجلين في القولون، عندكم العصبية الزايدة، النفور، الخنقة، تساقط في الشعر، الكسل، عندكم الوسواس مخليك مش عارف تاخذ أي قرار. ده عندك سحر، سحر لازم تخلص منه بإذن الله تعالى. فعليك بالرقية الشرعية، وأنا هسيب لكم أخواتي في الله لينك في صندوق الوصف لعلاج جميع الأسحار، ادخلوا طبقوا بإذن الله تعالى هتخلصوا منه. شايف هنا في شراء هذا، أو في حدا هتفرحك، لإما هدية لإما شراء عربية. شايف يعني في حدا هتفرحك، شايف في حدا هتفرحك، يعني أنت هتسعد نفسك بنفسك، و في حدا هتخليك مبسوط. وشايف ان انت اختي، ابشر المنفصلين، انت عندكم رجوع باذن الله تعالى، المنفصلين عندكم رجوع باذن الله تعالى، ابشركم ببشرة الرجوع. يعني شايف هنا هيبقى عندكم طاقة رجوع، شايف يعني بالصلاة على النبي طاقة عالية، فلازم تخلوا بالكم. ولو انتم حاسين بحاجة اتجاه الشريك روحوا وصلوا له، ما تستنوش طرف ثالث هو اللي يوصل ما بينكم اي حاجة، ما تستنوش، اتوصلوا انتوا اللي عايزين توصلوه وعرفوه الهدف بتاعكم. شايفين في واحدة ستة تظهر قد ايه هي محبة ليكم، وهتظهر قد ايه ان هي ضعيفة وملهاش حد، شايف من خلال مكالمة، وهتكتشفوا ان قد ايه هي ست مش كويس. شايف ندمكم دايما عالي ومحدش بيعرف يطولكم، شايف يعني بس انتوا هنا طيبين وكويسين، فيكم كل الصفات الحلوة، بس محدش بيقدر يستغلكم او يضركم. بس انتوا هنا مشكلتكم لما بتحبوا من غير مقابل، وبتسلموا او بتحبوا الشريك يكون افضل حد في حياتكم، وعشان كده دايما يكون عندكم يعني شايف القدرة العالية ان انتوا تسعوا تخلوا الشريك احسن واحد على الارض. ولما الشريك بيخون ما بيخونش غير الايد اللي تمدت له، فياريت تخلي بالكم اخواتي في الله. خلي يكون عندكم توازن في الحياة العاطفية بشكل مختلف، عشان انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين ضغوط ولا يعني ناقصين حتى مشاكل سلبية انتم بتمروا بيه. فالفترة اللي جاية ما تدعوش اشياء غايبة عنكم، خليكم حريصين على كل كلمة بتطلع منكم، علشان انتم هتكونوا اصحاب قوة خارقة، فخلي بالكم وكونوا حريصين على ما يطلع من لسانكم. فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، احبابي ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. شايف الفترة دي اقدر ابشركم يعني ان انتم رغم ان عانيتم قوي، بس هيكون عندكم انفرادات في اغلب المواضيع. الرزق بتاعكم مثلا دايما انتم بتحلموا، والاحلام بتدل على الرزق الفترة دي. شايفنا في احلام معكم بتتحقق، شايفنا في شخص بيفكر فيكم بطريقة كبيرة. اي نعم ان عندكم انتم كان عواقب بتظهر قدامكم في تفكير او في خطوات سلبية، بس بإذن الله تعالى الفترة اللي داية يعني هتطلع من كل اللي انتوا فيه،
والوضع اللي انتوا بتعانوا منه بإذن الله تعالى راح تخلصوا منه نهائيا بفضل الله، وتبقوا مرتاحين. يعني شايف انتوا كمان في طاقة تردد عندكم، بتفكروا في مواضيع الفترة دي بشكل كبير. شايف انها يكون كمان عندكم الفترة دي تستفادوا بها قوي، في حاجات كثيرة قوي جدا في حياتكم. شايف عندكم زيادة في الراتب، في الريسك، في الشغل، زيادة في شغل جديد. شايف في يعني حاجة هتزود الدخل بتاعكم. شايف في نفس الوقت هتسمع خبر بخصوص يعني شخص عزيز على قلبك. شايف هنا في شخص عزيز على قلبك انت بتحبه جوج، بسم الله. شايف يعني هنا كمان الفترة دي هتكون انت واخد قرار حاسم. يعني القرار الحاسم ده اللي انت هتكون واخده ده هيخليك تعمل حاجات جديدة كتيرة في حياتك، هيخليك تقف على أرض صلبة، هيخليك يعني تواجه أشياء جديدة، يعني هتعمل حاجات جديدة بقالك مدة ما بتعملهاش. شايفين اللهم صل على سيدنا محمد. يعني صراحتك دايما بتوقعك في مشاكل يا عقرب، يعني دايما لما بتكون صريح بتقع في مشاكل. يعني شايف هنا ممكن تندفع عن حاجة من غير ما تفكر، أو من يعني من غير ما تتردد أو تفكر. شايف دايما هنا بيكون عندك تلميح في مواضيع معينة شوية شغلة بالك بقالها مدة. شايف هنا بقالها فترة كبيرة كمان هنا، يعني الفترة دي شايف إن أنت عندك طاقة فرح. شايف طاقة فرح عندك. شايف يعني هيكون عندك تحضير مناسبة، حاجة جديدة. شايف يعني عندك يعني هيكون يعني البعض منكم مستني مال، البعض يعني منكم مستني حاجة جديدة هيفعلها في يعني مناسبة. شايف يعني إن شاء الله بيكون بإذن الله ممكن يكون صلح بينكم وبين حد من أهلك من صلة الرحم، بس عشان خاطر الفتنة اللي حصلت فوقعتكم في مشاكل. إن شاء الله في صلح بإذن الله. شايف هنا لكم حاجة تفرحكم قوش الأيام اللي داية، يعني بس خلوا بالكم متسمعوش كلام حد، بقدر المستطاع كونوا مميزين عن غيركم. يعني كونوا أصحاب شخصية مش شخصيتكم، يعني أنتم هنا مختلفين، خليكم مختلفين وكونوا أصحاب قرار صح. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فضل الله ليس أمرا يدعو الفيديو واللايك أخواتي في الله. شايف يعني أمور هامة هتحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها. عندك هاي السحر في بإذن الله تعالى، وقلاب السحر على الشخص الذي سوى ليك السحر، ونسيبه لكم في صندوق الوصف طبقوه بإذن الله تعالى، هتردوا السحر على من عمل لكم السحر. في خروج شيء من بيتك معه الشر والسحر بإذن الله والعين الحاسدة. شايف في مبلغ كبير وفكر بشديد، مبلغ كبير وفكر بشديد عندك. في عتبة جديدة نقول فيها راحة ليك بإذن الله تعالى، هي عتبة جديدة في نقلة من مكان لمكان، هي عتبة. شايف الحبيب هنا محتار، أو حد بيحبك محتار وغيران ومشتاق ليك، في نقلة ونقلة من مكان لمكان، في تغير جذري بأمورك، كن مستعد لاستقبال نعم الله. شايف لها حدث مفرح أو مساعدة مالية، في مكالمة من شخص قطع التواصل معك، في مكالمة أو فك بلوك من شخص قطع التواصل معك. في هنا سفر أو وظيفة خلال 3 نقط. في برضه هنا شراء بيت أو شراء محل أو شراء شيء، في حاجة تشتريه. وفي شفاء من مرض، ممكن نقول هاي السحر في شفاء منه بإذن الله، أو مرض طبي في شفاء، وفي استقرار صحي ونفسي. شايفنا نصر على ناس أذتك كتير،
وسببت ليكم أذى من قبل في نصر بفضل الله تعالى. شايف يعني انتوا كنتم تعبانين وكان تفكيركم مشتت، بس في أيام حلوة وتغير للأفضل. شايف يعني في شفاء من السحر وراح تشعر بالفرق قريبا. في فرصة هتجي لك في غاية الأهمية، حاول أن تستغلها. يعني أنتم مريتم بتجربة صعبة، حاولوا أن تتعلموا منها. في شفاء لأحد الأقارب، في نصيب قريب وفرحة. عن قريب يدق بابك الخير بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك أخواتي في الله، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فهل اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأكثروا من قراءة سورة الحشر بنية فتح الأبواب المغلقة. نشوف رسالتك يا ورد العقرب، شو بتقول؟ اللهم يسر له كل ما ييسر قلبه ويرضيه. آمين يا رب العالمين. اللهم يسر له كل ما ييسر قلبه ويرضيه. آمين يا رب العالمين. هذا توقعات وقراءات لبرج العقرب. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وأسيب لكم في صندوق الوصف العلادات.